كشفت لجنة تقصي الحقائق النيابية عن وجود تحركات لإتلاف صناديق اقتراع انتخابات الخارج، لا سيما في مراكز اقتراع تركيا والأردن وألمانيا. وقالت مصادر في اللجنة إن المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها تشير إلى نية الفاسدين المزورين إتلاف صناديق اقتراع الخارج بطرق خبيثة على شاكلة ما حدث في جريمة حرق مخازن صناديق الاقتراع في الرصافة. وطلبت لجنة تقصي الحقائق رئيس الوزراء ومجلس القضاء بالتعامل مع الموضوع كملف سيادي ومهدد للأمن الوطني والعمليات السياسية في العراق برمتها.